سيدي القاضي، إن حديث الاتهام ثقيل جدا على موكلتي، فقد جاء مجحدا في حقها. كيف تهون الأمانة إلا من هانت عليه نفسه؟ سيدي القاضي، إن موكلتي كلثم عبد الرزاق قد سجنت وانحرمت من حريتها لأكثر من 22 عاما ظلما دون ارتكابها لأي جريمة. لذا تقدمنا بإعادة فتح ملف القضايا المحكومة بها موكلتي لبيان الحق فيها. لذلك نلتمس من عدالة المحكمة السماح لسماع شاهد الإثبات على كل ما تم تقديمه من دفاع. شاهد شمّة، تفضل. قولي وراي، أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أنا أقول الحق. أنا أقول الحق. ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. سيدة شمّة، ما هو تعليقك على القضية؟ كلش فخورة، دكتور نوح عمره 37 سنة ومو متزوج ولا خطب، وتوقع انه مر بتجربة فاشلة، بس هذه احتمالية مو اكيد، والام تبي احفاد فتبي تزوج ولدها باسرع وقت. الله الله الله، متى عرفتي كل هذا؟ انت لو ما اعطيتني 5 دقائق بعد كان عرفتك اخر الاخبار، وعرفت لك وين يروح وين يرد. كلش مالي خلق هالسوالف، بعدين انا ما احس نفسي مستعدة. فخورة تعالي، وين رايحة؟ بعدين أقول لك. بس ما أدري شو أسوي والله. سامحيني يا كلثم، أنا ظلمتك وأذيتك، أبيك تحلليني، هذه مو غلطتك. بسم الله. أبيك تسامحيني، تدعي لي بالرحمة. حسبي الله. أنا كل يوم قاعدة أموت 100 مرة. حكمة المحكمة ببراءة المتهمة كلثم عبد الرزاق مما أسند إليها. روعة الجلسة.